عشان كده انا بقول لك في حاجات فنيه في الملعب وصلت بيراميدز للنتيجه دي. على فكره ممكن وصلوا بكوره او اتنين، لكن محمد شعبان انا بقول نجم المباراه، لكن هو ما عملش الحاجه الصعبه اللي جت عليه، خد بالك، باستثناء واحده او اتنين فقط لا غير، لكن ما شفناهوش بيختبر بشكل كبير نقدر اللي نقول بيراميدز اشتغل. النهارده المدير الفني بتاع بيراميدز ولا محضر نفسه النهارده، بتلعب النهارده بيا توريه وبتلعب النهارده في نص الملعب باثنين، انا شايف ان هم اسطمبه واحده احمد توفيق وبلاتي توريه. محمد رضا بوبو كان من افضل اللعيبه الشوط الاولاني والشوط الثاني، غيره رمضان صبح النهارده مش في حالته، كان المفروض اللي هو يغير، كان المفروض يلعب باثنين ديفندر. لو انا عايز العب بقى وافتح الملعب بشكل كويس عشان عايز اكسب، كان لازم احمد توفيق ممكن نبدله، كان ممكن العب برضا بوب في نص الملعب مع يا توري ويبقى عندي اثنين، كان لازم النهارده رمضان صبحي زي ما بقول لك مش عايز احمله لانه ممكن فتره كبيره ما بيلعبش، نفسيا ممكن ما يكونش مهيئ. في حاجات كتير النهارده في كره القدم لما بيكون العمق يا محمد مقفول يبقى عندي طرفين، وما فيش افضل من كده. انت بتلعب محمد حمدي لاعب منتخب مصر وبتلعب الشيبي منتخب المغرب، يعني عندك طرفين انت النهارده ما استغلتهمش. فاذا المدير الفني النهارده في بيراميدز ليه سبب كبير جدا بخروج بيراميدز النهارده بالنتيجه ديت، زائد عدم الايجابيه من لعيبه بيراميدز في خلال المباراه.